يعني خلينا نسأل كابتن بيمي بداية، سر ارتباط حضرتك باسكندرية مع انك بورسعيدي، ايه السر في الموضوع ده؟ انت والله بورسعيدي؟ بورسعيد طبعا يا كابتن مدحت، واستاذ في الجامعه، وسو دكتور طبعا في دكتور في الجامعة، انا الجامعه. عارف طبعا. إيه انا حضرتك طبعا انت من الناس المدربين القدام جدا حضرتك على مستوى مصر، انا عارفك من زمان جدا من الله يخليك 89 كابتن، نادي الشمس والكلام ده. اكيد لو فانا كنت لعبت قدام حكي يبقى انا اتغلبت ده اكيد، لا وانا لا لا مغمض لا ده اكيد لا من غير ما اعرف لا ومن غير لا ما لا افتكر. لا ابدا. حضرتك انا لما الباشمهندس فرج عامر ومجلس الاداره لما استعان بيا في الدوري الممتاز به في الدرجه الاولى، انا جيت حوالي في 10 3 في نص الموسم، فلعبت حوالي 14 ماتش حققت فيهم نتائج اكثر من ممتازه. ده السنة اللي فاتت. لا من حوالي 5 سنوات ست ده أثناء سنوات الصعود. أيوه اثناء الصعود، صح. وبعدين لعبت بعد كده الدوري حضرتك الممتاز به كنت فارق بحوالي 14 نقطه لغايه الاسبوع ال 24 لم اهزم الا مباراه واحده. ما شاء الله. وكان الباشمهندس نادي سموحه بقيادة مجلس الإدارة طبعا الباشمهندس فرج عامر، بصراحة نادي بيوفر جميع الإمكانيات لأي حد ممكن ينجح فيه، أكلمك بأمانة. طبعا لما عملت هذا الشغل طبعا جيت في المباراة ال 24 حصلت هزيمة في مباراة بلدية المحلة، وكانت المنصورة المنافس التقليدي لينا، تقلص الموضوع النقاط إلى 6 نقاط. أنا طموحات مجلس الإدارة والباشمهندس فرج بيحب النجاحات، نعم. فطبعا أنا يعني ناس محترمين، فتقدمت انا صممت بصراحه ان انا امشي اعطي الفرصه لاي حد في 6 ماتشات. واجا الكابتن مشير بعد كده اخذ طبعا الفرقه كلها، راجل محترم، وصعدت الفرقه لبدور ممتاز، لقيت نادي سموحه بيكرمني، كانت لفته كويسه قوي. طبعا لما انت كرمني شاركت بقوه. في 2010 لما صعد في الممتاز كنت من الناس المكرمين، فطلب مني ان انا امسك مدير قطاع الناشئين، لان كان موجود كابتن محسن صالح كان جايب مدربين، وكان فاجئت في مدير قطاع الناشئين. اشتغلت طبعا زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي على حته اللي بيشتغل بالاخلاص بيبقى النتيجه. صحيح. فانا اشتغلت باخلاص في هذا النادي وانتميت اليه طبعا بجانب طبعا النادي القديم بتاعي النادي المصري، فبصراحه اعطوني كل الاهتمام بجميع الصلاحيات، 11 ملعب، مجموعه الناشئين. ففتره معينه لقيت نفسي انا باشمهندس طلب مني في موسم 2010 2011 اتولى تدريب الفرقه بعد الكابتن حافظ مجمل. فتوليت الفرقه لعبت 7 مباريات لم اهزم الا في مباراه واحده. تعادلت مع النادي الاهلي 2-2 وانا فايز 2-0. تعادلت مع الشرطه 1-1 الكابتن طلعت يوسف. فزت على طلائع الجيش 1-0 في طلائع الجيش كابتن فاروق جعفر. فزت على النادي المصري في اسكندريه بعد فوزه على الزمالك كابتن طه رحمه الله، طه بصري، 2-1. واتهزمت من المقصه، دي كانت نتائجي. فوزنا على وادي دجله، فوزنا على وادي دجله في وادي دجله، وكان معايا وكان كابتن عاطف برضه مدير الكوره. ما انتوا المنقذين كالعاده الحمد لله. فعملت نتائج غير عاديه. وكان مطلوب مننا حاسه هذا السنه اللي استثنى فيها الهبوط. بالظبط. تمام. فبعد ما توليت المسؤوليه في حوالي 3 مباريات كانت المقاولين، وكان ماتش الشرطه، وكانت مباراه المصري في بورسعيد. نعم. وخلصت المسؤوليه. طبعا انا مرتبط بحاجه بالنادي ده، في حاجه انا في اي موقع فيه انا تحت امر النادي ده، لان النادي ده دلوقتي في الفتره اللي فاتت دي ليه فضل عليا. فانا تحت امرهم لا اسعى لاي منصب، بس لما بيطلب مني حاجه باي حاجه انا الحمد لله. طلب مني بعد كده في الفتره بتاعت الفتره الثانيه بعد ماتش التطوان المغربي 2-0 اتحولت النتيجه الى 3-2. 3-2 هزيمه لسموح. لا كان، لا سموحه كانت 2-0 3-2 لسموحه. نعم الماتش نعم. الوحيد اللي في ابطال الدوري. صحيح. اللي سموحه فازت فيه، اللي حضرتك كنت مدير فني فيه. كنت مدير فني فيه غير المجموعه الاولانيه. طبعا فازوا في المجموعه الاولانيه في التصفيه في دوري المجموعات. مظبوط. وكنا متعرضين لموقف برضه وحش جدا هذا السنه، الماتش اللي هبط فيها الجونه دي كنا متعرضين لموقف صعب، فزنا على الاسيوطي في اخر مباراه والحمد لله ضمننا البقاء. اجت الفتره اللي بعدها طبعا توليت تاني مدير قطاع الناشئين. اجى المدرب المحترم محمد يوسف، مدرب محترم وعلى خلق. نعم. ومدرب ممتاز، الراجل اشتغل في فتره وجيزه، تقابلت معاه حوالي 3 مرات. انا من نوع انت كنت مدير قطاع الناشئين؟ كنت مدير قطاع الناشئين. نعم. بنتعاون بس لم اذهب الى ملعب الفريق الاول، لان لم تذهب. بحب انا بحترم ده شغلي. ده طبعا ماتش المغرب تطوان اللي حضرتك بتتكلم عليه. نعم. بحترم طبعا حضرتك كابتن مدحت شغلي، فالراجل طبعا قد المولية. فوجئت طبعا الباشمهندس فرج، الراجل بيكلمني طبعا كان في حوالي 10 ماتشات فاتوا
من بعد ما انا سبت المباراه. مباراه المحله اتلعبت، مباراه بعد المحله كان كابتن عاطف بتروجيت وبعدين المقصه. فطلب مني ان انا اتولى المسؤوليه طبعا بدون اي شرط او قيد بالنسبه لاعضاء سموحه ومجلس ادارته، يعني بدون شرط او قيد، لان ليس لي مطالب. حضرتك عارف من زمان، بس الموضوع كابتن مدحت يعني انا سعيد النهارده انت بتستضيفنا، لان مصر دلوقتي انت بتدور على الناس اللي شغاله، وانا من زمان جدا، بس انا طبعا طول عمري حضرتك بكام مره منطوي في حالي، انما الحمد لله الخبرات التدريبيه موجوده، على دليل ان ماتش الانبي طبعا مجهود اللعيبه وبرده طريقتك انت لما بتيجي كمدير فني بتحط لمسه معينه. اللي هو اخر مباراه لحق توليت فيها التدريب، نعم. الاداء كان كويس جدا جدا جدا، انت اضعت اهداف بالجمله، نستحق الثلاث نقاط. صحيح وده بنكمل شغل العمل اللي بعدنا، يعني مفيش حد بيكمل حاجه لوحده بيقول انا، لا اللعيبه الاساس. وانا لما اجي اشتغل في فرقه زي ما حضرتك كنت بتتكلم، انا اخاف من لعيبتي، ما اخافش من اللي قدامي. يعني لو لعيبتي كويسه النهارده وبتادي انا مطمئن. نعم، لان عندكم عناصر جيده فعلا. عندنا عناصر كويسه جدا بصراحه، التدعيم كان على مستوى عالي جدا. دي المباراه لحقتها ولا؟ طيب قبل ما